بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة الأخيرة من كتاب بيان لي كومبخوندر مع بيبي با كما رأينا في سبق إذا بيبي با سويت لو شيف براسنيت بروس كومون أونفونسا سون شابو سور سا تيت بوكلا سون سانتورون إي سو دوني دي زوردر لاهو تو لي تخوا نو بارتون دون دي مينوت Il arrivèrent à la cabane sur leurs chevaux. Ils trouvèrent Abit et Bébéb couché côte à côte près du seuil. Le petit ours avait pris sur le lit le sac de couchage et il l'avait étendu sur Charlie. Les gars soulevèrent leurs camarades et le portèrent dans la cabane. Le chef Brasnet brusquement enfonça son chapeau sur sa tête. donne le chef إن الرئيس، رئيس بغاسنت، رئيس حراس الغابة، الشاب بغاسنت، بغسكومو، طبعا بغسكومو المقصود بها فجأة، ولكن كما عندنا هنا، المقصود بها أنه قام بفعل بشكل خاشن، لأن اللحظة التي يتواجد فيها، تستدعي الحزم، تستدعي الحزم، إذا بغسكومو هنا مقصود بها أنه قام بفعل خاشن، أنه قام بحركة بشكل خاشن. بقوة لو شاب بقوة كما نقول أو بشكل خاشين أون شابو طبعا لغة أون فونسي يعني أنه أدخل في أدخل في أدخل شيئا في شيء آخر مثلا ممكن أنك تدخل وتدا في الأرض إذا نتكلم عن لغة أون فونسي أون أن بيكي مثلا دون لا تيغ أون فونسي أن بيكي دون لا اون <متحدث> مثلا ان بيو دو لا تيغ اذا انك تدخل وتهدر في الارض إذن نتكلم هنا عن اون فرونسي هو المقصود انه ادخل سون شابو سور تيت ادخل طربوش او ان صح التعبير في راسه بوكلا سون سانتيغون اي سو دوني دي زوردر بوكلا طبعا نتكلم على لافا بوكلي لافا بوكلي المقصود به تباته ثم تباته سون سانتيغون بوكلا سون سانتيرون اي سو مي دوني دي زوتر تباتا حزامه اي سو مي دوني دي زوتر اي سو مي دوني دي زوتر ثم بدا في اعطاء الاوامر طبعا من ضمن الاوامر التي اعطاها مومونتو لاو تو لي تخوا نو بارتون دون دي مينوت مومونتو طبعا هنا عندنا نظام مونتي يعني في السعادة مومونتو نحن سنسعد نحن نسعد لاو هناك في الاعلى يعني في اعلى الجبل

شارل رابيت إلى غيفير على كابان هم وصلوا إلى المنزل الصغير سيغ لوغ شوفو على أحصنتهم ممتطون لأحصنتهم كما نرى في الصورة فيغ لو ميليو دو لا نوي سويفونت نحو فيغ كما نقول نحو ولكن المقصود به هنا أبوبخي يعني تقريبا فيغ لو ميليو دو لا نوي سويفونت إذا نحو منتصف الليل التالي نتكلم عن منتصف الليلة التي جاءت فيما بعد نتكلم عن الليلة الموالية منتصف الليلة الموالية فيغ لو ميليو دو لا نوي سويفونت إل إيه تخوفي غابيت إي بيبي با كوشي كوتا كوت بخي دو سوي إذن إيه هم وجدوا إل إيه تخوفي طبعا بنفس الطريقة عندنا لو غاب تخوفي بصرف في لو باسي سامبل كما إيه تلاحظوا إل تخوفي إذن إيه هم وجدوا شغلي غابيت اي بيبي بي با ثم الدب صغير كوشي كوتا كوت نائمين كوتا كوت جنبا لجنب جنبا لجنب كوتا كوت بخي دي سوي قرب العتبة بخي دي سوي قرب العتبة كما رأينا في المسابق في الصورة أن شارل غابيت توقف في هذا المكان إذن طبعا هم نام عند العتبة عتبة باب الدخول طبعا إذا Il trouvait Rabbit et Bébéba coucher côte à côte près du seuil. Le petit ours, le petit ours avait pris sur le lit le sac de cochage et il l'avait étendu sur Charlie. Le petit ours avait pris sur le lit le sac de cochage et il l'avait étendu sur Charlie. إذن الدب الصغير أفي بخي أنه أخذ طبعا هنا عندنا كما تشوفوا عندنا هنا أفي عندنا لوكسيليا أفوا مصرا في لامبارفي ولكن تيتبعو شنو تيتبعو لو الخاص بفي البخوندر اللي هو بخي تيكون ديما هكذا لو بارتيسيب الخاص بفي البخوندر نقول مثلا جي بخي أنا أخذته أو مثلا جي سوي بخي أنا أخذته اذا إيه الحساب اش من اوكسيليا غنصرفو هاد الفعل اذا إيه هنا طبعا عندنا الاوكسيليا فلام بارفي ثم عندنا لو باسي كما ذكرنا هذا لو بلوس كو بارفي لان لام بارفي تنصرفو الفعل مباشره فلام بارفي ما تديروش مع الاوكسيليا ما تديروش مع الاوكسيليا فلام بارفي اذا إيه لو بوتي افي آه بري اذا إيه دوب انه اخذ سور لو لي أنه أخذ من فوق السرير إذا هاد الدب الصغير أش نخذ من فوق السرير لو ساك دو كوشاج أخذ ذلك الكيس الذي تكلمنا عنه فيما سبق الذي كان ينام عليه شغلة غابيت إذن هو أخذ هذا الكيس إلا إيه إيطوندي إلا إيه إيه ثم أنه وضعه كما نقول هنا طبعا نتكلم عن لو فيرب يعني أنك تجبد شي حاجة إيه مي يعني انك تتسرح شي حاجه تتسرعها تتكون تتكون مجموعه وتطلقها إذن هو الا في سير شارلي الا في شارلي ثم انه وضعه فوق شارلي انه فتحه فوق شارلي اخذ الفراش ثم انه مده فوق شارلي إذن طبعا مداه هذيك هو هي هاد اللي Et il lavait, et il lavait, et, et, et il avait étendu, et il avait étendu et il avait étendu le sac de cochage, et il avait étendu sur Charlie, le sac de cochage, et il avait étendu sur Charlie, et il de étendu et il 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 اذا طبعا حتى لا نعيد هاد الكلمه اذا وضعنا عوضنا بهاد اللي عندنا هنا لي غارد سولفير لو كاماراد اي لو بورتير دون لا كابان لي طبعا نتكلم على الحراس لو غارد فوريسي اذا نتكلم عن حارس الغابه لي اذا الحراس سولفير انهم رفع طبعا نتكلم هنا على لو سولفي 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 يعني انك ترفع شيئا ثقيلا سولفاغ انهم رفعوا هذا الفعل ايضا مصرف في لو باسي سامبل كما تلاحظوا بان القصه تقريبا تتعتمد على هذا الزمن هذا هو لوباسي سامبل لماذا لان لو باسي سامبل عاده يستعمل في كتابه القصه هذا قلناه فيما سبق اذا لي غارد اذا الحراس انهم رفعوا لو رفعوا رفيقهم طبعا نتكلم عن شارلي غابيت اي لو ثم حمله

Nous partons dans des minutes. Ils arrivèrent à la cabane sur leurs chevaux. Vers le milieu de la nuit suivante, ils trouvèrent Abit et Bébé couchés côte à côte près du seuil. Le petit ours avait pris sur le lit le sac de cochage et il l'avait étendu. Et il l'avait étendu sur Charlie. Les gardes soulevèrent leurs camarades et le portèrent dans la cabane. Ils firent de la lumière, allumèrent du feu dans le fourneau. Charles Rabbit était immobile sur le lit. Charlie Rabbit était immobile sur le lit. Les paupières closes. Il avait peine à le reconnaître avec ses yeux creusés par la souffrance. Ses joues creusées où la barbe avait poussé. Bébé allait de l'un à l'autre en gémissant, les poussait vers le lit où gisait Charlie Rabbit. Et c'était comme s'il leur avait dit, Vous allez le soigner?

allumer allumer du feu dans le fourneau ثم اشعل allumer طبعا نتكلم هنا على لو فيرب allumer فعل اشعل كما تشوفوا ايضا مصرف في لو باس سامبل طبعا كما تلاحظوا بان صياغ لو باس سامبل اضحت معروفه كما تلاحظوا يعني عنده واحد الطريقه ديال الصرف allumer du feu يعني انهم اشعلوا النار دون لو فورنو يعني في الكانون إذا أوقدوا النار في الكانون حتى يكون هناك دفء شغل غابيت إطي موبيل رغم هذا فشغل غابيت كان غير متحرك كان جامد كان لا يتحرك إطي موبيل نقول عن شيء بأنه موبيل يعني أنه متحرك ومن مثلا أوتوموبيل كما نتكلم عن شيء متحرك ذاتي متحرك ذاتي أوتو تتعني ذاتي أوتو موبيل يعني متحرك هنا عندنا ايموبيل عندنا عكسها اذا شارلي غابيت ايموبيل سيغلو لي اذا شارلي غابيت كان غير متحرك فوق السرير لي كلوز طبعا بوبيير المقصود بها الجفون جفون العين كلوز مغلقه طبعا نتكلم هنا على الفيرب كلوغ كلوغ في اغلق او سد طبعا نقول عن شيء في المذكر نقول عنه كلو كلو بأس فقط اس لا تنطق لكن عندما نضيف او التانيث كما عندنا هنا اذا طبعا ستنطق اس ستنطق كزد لان ستاتي بين دفويان تاتي بين صوتيين عندنا او وعندنا ا. اذا هاد اس بوحدها غتبقى كزد اذا لي بوبيير كلوز ثم الجفون مغلقه المقصود هنا بان عينيه مغلقتين il avait peine à le طبعا هاد il عندها أس ما غنتكلموش على شغلي غبي تنتكلمو على المجموعة التالتة تنتكلمو على التلاتة il إذا هم avait peine كان عندهم صعوبة كانت عندهم صعوبة كانت عندهم مشقة. à le لمعرفته يعني أنهم شافوه ما عرفوش علاش؟ avec ses yeux يعني أن عينيه غائرتين avec ses yeux بار لا يعني بعينيه الغائرتين الداخلتين، عينيه صبحو داخلين، داخلين في رأسه يعني ب-بالمعاناة، من كثرة المعاناة أن عينيه أصبحا داخلتين، أصبحتا داخلتين في رأسه، سيجوك ثم أن خديه أصبحا. أيضا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، أصبح غائرين، يعني أن خديه أصبح فيه على شكل حفار إن صح التعبير، أو باغب أبي بوسي، حيث حيث اللحية أبي بوسي، أنها نبتت يعني تنتكلموا على الخدين ديالو، أنهم أصبحوا غائرين، صبحوا داخلين بهذا المعنى، أو باغب حيث تنتكلمو على منطقتي الخدين. حيث لا باغب اللحية أريبوسي أنها دفعت كما نقول أنها نبتت تنتكلم على البلاصة ديال الخدين ديالو نبت فيها الشعر لماذا؟ لأنه مدة من الوقت وهو في هذه الحالة لم يحلق شعره إن نتكلم عن أيام وهو يعاني وفي نفس الوقت أنه لم يحلق شعره إذن بيبيبا ألي دولا إذا إذن بيبيبا نتكلم عن الدب الدب صغير ألي دولا اللوطخ، يعني أنه كان يسير من شخص لآخر، بيبي با بي ألي دولا الوتر. يعني أن بيبي با بي كان يسير عند هذا الشخص، ثم يعود لهذا الشخص، ثم يعود لهذا الشخص، دولا اللوطخ، أون طبعا نتكلم هنا على فيرب جيمير، جيمير يعني أنك تصرخ من المعاناة، أون جيميسون، كان ان طبعا جيمير المقصود به هي كان ان بيبي با ألي دولا اللوطخ، بيبيبا الي دولا الاوتر اون جيميسون يعني ان بيبيبا كان يسير من شخص لاخر اون جيميسون مو مؤنا مؤنا ان صح يا انو وهو ان لي بوسي لو لي او جيزي شارلي غابيت لي بوسي ثم انه في الوقت الذي كانوا يحملون في الوقت الذي كانوا يحملون شارلي غابيت هو كان يدفعهم لي بوسي كان يدفعهم فيغ الى السرير او جيزي حيث كان ينام شارلي غابيت حيث كان ينام شارلي غابيت طبعا هنا عندنا فيرب جيزيغ جيزيغ ومن غرائب هذا الفعل طبعا انه يصرف فقط في القران ثم في الامبارفي كما عندنا هنا طبعا في الامبارفي نقول جيزي تجيزي نجيزيون وجيزيي الجيزي ثم في البرازون نقول جوجي تجي الجي نجيزون وجيزي الجيز, الجيز. تتصرف فقط في هاد الزمنين طبعاً الورب جيزي ممكن أنه يعني نام أو تمدد في مكان وممكن يعني اختفى وممكن أنه يعني يكمن أو يوجد يكمن أو يوجد نقول مثلا سي لا أوجي لو إنه هنا حيث يوجد المشكل مثلا، حيث يكمن المشكل، لي شارلي إذا طبعا بيبي بي كان يدفع الأشخاص الثلاثة إلى حيث كان ينام شارلي غابيت، بمعنى آخر أن الدب كان يعرف هذه الفكرة. لو استطاع كان ممكن أنه يحمل شارل غابيت إلى هذا المكان لكنه كان لا يستطيع وعندما جاء الثلاثة كان يدفعهم إلى هذا المكان إذن بيبيبا با ألي دو لالوتر أون جي ميسون لي بوسي فير لو أو جيزي شارل غابيت إي سيتي كوم وكان كما لو كان يريد أن يقول لهم وكان كما لو كان يقول لهم إي سيتي كوم لو كان يقول لهم. وكان كما لو أنه يقول لهم ماذا كان يقول لهم وزع للسواني وَزَالِ هل أنتم ستعالجونه نسبة أليس كذلك لغيغيغ شفاء سي فوتختور سيبيا تور إنه جيدا دوركم إنه دوركم بشكل جيد إنه دوركم إلفيغ دولاريميغ أليميغ دون فورنو Charlie Rabbit était immobile sur le lit, les paupières closes. Il avait peine à le reconnaître avec ses yeux creusés par la souffrance. Ses yeux creusés, oh la barbe avait poussé. Mais Béba allait de l'un à l'autre. En gémissant, les poussé vers le lit où j'ai dit Charlie Rabbit. Et c'était comme s'il leur avait dit, vous allez le soigner, n'est-ce pas? Le guérir, le guérir, c'est bien votre tour. Pendant trois jours, ils le soignèrent dans la cabane de la montagne. Ils frictionnèrent les jambes qui avaient commencé à geler. Ils lui donnèrent de bons boissons chaudes. baby -ba ne s'éloignait pas, presque toujours assis contre le lit, parfois touchant de sa patte la main amaigrie du blessé. Pendant trois jours, les de Ils le soignèrent. Les moutes وهم يعالجون دون كابان دو لا مونتان في المنزل الصغير الموجود بالجبل إل فريكسيونير إل فريكسيونير ثم أنهم كانوا يدلكون إل فريكسيونير لي جومب كي افي كومونسي جولي كانوا يفركون لي جومب يفركون الساقين كي افي كومونسي جولي التي بدأت في التجمد التي بدأت في التجمد بوندون 3 جوغ إيل سوانيغ طبعا هنا عندنا لافير سواني فعل علاج أو إعتنى أو إعتنى بوندون 3 لمدة ثلاثة أيام إيل لو إيل لو إنهم كانوا يعالجونه دون لاكابان دو لا طبعا في منزل الجبل الصغير إيل فريكسيونيغ إيل فريكسيونيغ لي جومب كي أفي كومونسي جولي ثم طيب كانوا يفركون طبعا نتكلم هنا على لوفير فعل فركة إل فريكسيونيغ لي جونب كانوا يفركون الساقين كافي كومون سيرجولي اللتان بدأتا في التجمد إلو لو دونيغ دو بون بواسون شود ثم أنهم أعطوه طبعا هنا عندنا لو دوني كما تلاحظو مصرف بنفس الطريقة دو فاسون كونجيكي أو باسي سامبل بوندون تخوا جور إل <سؤال> لو سوانيغ إل لو سوانيغ dans la cabane de la montagne. Ils frictionnèrent les jambes. Ils frictionnèrent les jambes qui avaient commencé à geler. Il louait donner de bonnes boissons chaudes. Il louait donnèrent de bonnes boissons chaudes. Bébéba ne s'éloignait pas, presque toujours assis contre le lit, parfois touchant de sa patte la main amaigrie des blessés. Pendant trois jours, les mouddettelettes étaient ayant, إيلو سوانيغ، طبعا هنا تنتكلمو على لوغار صواني. هنا تنتكلمو على لوغار صوانيغ، يعني فعل عالج أو اعتنى بشيء. أحيانا نتكلم عن صوانيزومو. مثلا نقول إن لاغ لي هي تغسل مثلا أدوات المطبخ بعناية، بعناية. إيلو سوانيغ دون لاكابان دون مونتان إذا هم عالجوه، دون لاكابان. ولا في المنزل الصغير الخاص بالجبل نتكلم عن منزل الجبل الفريكسيونير لي جونب كافي كومونسا جولي الفريكسيونير الفريكسيونير اون عندنا لوفير فريكسيوناي كما نلاحظ كونجوغي او باس سامبل الفريكسيونير لي إذن هم كانوا يفركون لي يعني الساقين كيافي كومونسا جولي ال داني اللتان بدأتا كما نقول أجلي في التجمد في التجمد ما دام أنه لم يتحرك لوقت لفترة شيئا طويلة إلو دونير دو بون بواسون شاد إذن هم أعطوه مشروبا جيدا شاد ساخن حتى حتى يبعث في جسمه الحركة إذن إلو إيه دونيغ دو بون بواسون شاد lui وي de دو بون بواسون شود، إذن هم أعطوه مشروبا، خلينا نتكلمو على بواسون مشروب، ومن مثلا لو فر بواغ، فعل شرب، إل وي دونيغ دو بون بواسون شود، إذن هم أعطوه مشروبا جيدا شود، ساخن، بيبي بان نو سيلواني با، طبعا بيبي بان نو سيلواني با، يعني أن بيبي لم يبتعد، بقي قريبا من المريض. presque toujours assis contre le lit presque toujours تقريبا يوميا assis يعني جالس contre le lit كما نقول ضد السرير المقصود مقابل السرير مقابل السرير presque toujours assis يعني تنتكلم على لوفير اسواغ يعني جلسة presque toujours assis contre le lit تقريبا كل يوم تقريبا يوميا اسي كونترولي جالس مقابل جالس مقابل السرير بارفو دو سابات لا ما دي بلاسي احيانا يمس برجله يد يد المريض يد المصاب نتكلم عن لا ما دي بلاسي يد المجروح او يد المصاب المقصود هنا نتكلم عن شغلي غابيت طبعا نتكلم عن يد شغلي غابيت طبعا عندنا هنا اميغري المهزلة المهزلة التي اصبحت هزيلة احيانا نتكلم عن ماغر نتكلم عن اون بيرسون يعني نتكلم عن شخص هزيل هزيل انه ضعيف اذا نقول عن شيء بانه ماغر يعني انه هزيل هنا اميغري نتكلم عن لو أمغرير 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 المقصود أنك تجعل شيئا هزيلا هنا هذه اليد أصبحت كما نقول أنها جعلت هزيلة أنها أصبحت هزيلة من خلال هذه الحادثة بيبي بانو سيلواني با بخيسك توجو غاسي كونت لي بارفو طبعا أنا تنتكلم على الغير توشي توشي يعني لمسا بارفو توشون دو سابات يعني أحيانا يمسو بريجليه بارفوا توشون، أحيانا توشون لامسا، دو سابات لا أميغي، دي بلسي. أحيانا لامسا المقصود أنه يلمس برجله دو سابات لا أميغي، اليد المهزلة، اليد المهزلة، المقصود التي أصبحت ضعيفة أو هزيلة دي بلسي. لي للمصاب، للمجروح، نتكلم أحيانا عن فيرب بلاسي، في الجراحة إذا كما قلنا. Un autre jour, ils le soignèrent dans la cabane de la montagne. Ils frictionnèrent les jambes qui avaient commencé à geler. Ils lui donnèrent de bonnes boissons chaudes. Bébé ne s'éloignait pas, presque toujours assis contre le lit, parfois touchant de sa patte la main aigrée du blessé. Enfin, un soir, Abit ouvrit les yeux et pour la première fois, il reconnut ses camarades. Et il leur dit d'une voix lasse et douce. Merci, frère. Oui, bébé bas. En dit bébé bas, contre le lit. Et il pousse sa grosse tête ronde sous la main de Charlie Rabbit. Enfin, un soir, dès que Rabbit ouvre les yeux, Anna Charlie Rabbit fête les yeux. On a le verbe ouvrir, puis il اون فا ان سواغ وفي النهايه ذات مساء غابيت وضع يعني ان شارلي غابيت فتح العينين اي بور لا بروميير فوا ولاول مرة اي بور لا بروميير فوا ولاول مرة il reconnu ses camarades il reconnu سي camarades هو يعرف رفقاء نتكلم هنا على لو فيرب يعني انك تعرف للمره المواليه كونيتر انك تعرف ركونيتر أنك تعود فتعرف مرة أخرى ايلوغ دي دون فولاس إدوس ثم قال لهم بصوت لاس طبعا كلمة لا هنا تأتي نعت نتكلم عن أدجكتيف نقول في المذكر لا المقصود أنه متعب طبعا كلمة لا بهذا الشكل لها معاني كثيرة قد يقصد بها مثلا هلاس نقول لا أو نقول لاس تدل على الأسف عندنا كلمة تدل على التأسف نقول هلاس أو نقول لا أو لاس ثم ممكن أن تعني مثلا مكان تخزين الحبوب مثلا في غرفة معينة نتكلم عن مكان نخزن فيه الحبوب لها معاني طبعا أخرى الذي يهمنا هنا أننا نتكلم عن كلمة لا أو في المؤنث نقول لاس يعني أنه متعب طبعا نتكلم عن لا فوا لا فوا كلمه مؤنثه نتكلم عن الصوت دون فوالاس دون فوالاس بصوت متعب هو قال بصوت متعب ادوس ولطيف ماذا قال ميرسي فخير شكرا اخواني شكرا اخوان شكرا اخوان المقصود شكرا لكم يا اخواني هو بيبيبا اين هو بيبيبا هو طبعا بيبيبا عرفت بانه يتكلم عنه اذا فقال هو فيفو دي بي بيبا اذا قال بيبيبا كون كونت لي مقابل السرير اي ايل بوسا سا تيت روند سو دو شارلي غابيت ثم انه دافع براسه الكبير سا دفع تيت دافع براسه الضخم روند روند المدور سلامة سلامة تحت يد شغلي غابيت دو شغلي غابيت T'as as la iden de Charlie Rabbit. »« J'ai la un de Charlie Rabbit. »« Bien sûr que Charlie Rabbit va se la Enfin, un soir, Rabbit ouvre les yeux. Et pour la première fois, il reconnaît ses camarades. Et il leur dit d'une voix lasse et douce. « Merci, frère. »« Oui, bébé bas. »« Enfant. » Dit bébé bas contre le lit. Et il posa sa grosse tête ronde sous la main de Charlie Rabbit. À partir de ce moment, Charlie alla de mieux en mieux. Ses camarades purent le descendre sur une civière jusqu'aux maisons de la vallée. Cela fut long et pénible, mais ils y réussirent heureusement. Plus tard, sa range se remit. Elle resta un tout petit peu raide, mais Charlie put marcher et reprendre son service. Bébé est devenu un grand ours noir, puissant et beau. Très sérieux à présent. Ils sont amis à la vie, à la mort. De meilleurs amis, tu pourrais les chercher longtemps sans les trouver dans toutes les grandes montagnes d'Amérique. À partir de ce moment, Charlie a la de mieux en mieux. Charlie a la de mieux en mieux. Charlie a de mieux en mieux. « Ses camarades purent le descendre. Il y a les purent le descendre. Tabernade n'a pouvoir. le passé simple. On a le pouvoir, conjugué, au passé simple. On dit, je puis, tu puis, il puis, nos pumes, vos putes, ils purent. Ses camarades purent le descendre sur une civière, jusqu'aux maisons de la vallée

نتكلم عن شيء يصلح سي سو كي الذي يصلح ا ترونسبورتي لي لحمل المصابين او المجروحين نتكلم عن شيء نحمل عليه المجروحين او المصابين سي تون غوس طوال اذا نتكلم عن نسيج ضخم او نتكلم عن قطعه قماش كبيره سي تون غوس طوال سي تون غوس طوال طوندي نتكلم عن قطعه قماش ممتده اونتر دو دو أن ممتدة بين قطعتي خشب، ان نوم سومي نتكلم عن رجل يكون في الامام، يقبض القطعتين الخشبيتين من الامام، كما نتكلم هنا عن عمودين من الخشب، إذا رجل يكون في الامام، ان نوم سومي إذا رجل يضع نفسه في الامام، يحمل أنه يأخذ بالقطعتين أو يأخذ بالعمودين، ان نوت ثم يكون هناك رجل في الخلف ثم يكون رجل في الخلف انه ياخذ القطعتين من الجانب الاخر طبعا وبينهما القماش بور بورتي لو بلاسي بور بورتي بور لو بليسي لحمل المصاب اي يكون ممتد سور لاطوال فوق القماش اذا من خلال العمودين او من خلال القطعتين الخشبيتين وبينهما القماش يكون فوقه المصاب طبعا الان لم تعد بهذا الشكل طبعا تحسنت الان اصبحت لها طبعا اشكال اخرى سي كامارات بيغ لو ديسوندا سيغ اون سيفيغ جيسكو ميزون دو لا فالي اذا رفقاءه استطاعوا انزاله استطاعوا انزاله طبعا نتكلم على لو فيرب طبعا هنا على لو فيرب دي سوندر عكس مونتي مونتي انك تصعد دي سوندر انك تنزل اذا سي كامارات بيغ لو ديسوندر رفقاءه استطاعوا انزاله لو يعني هو لو ديسوندر انزاله من هاد لو تتعود على شغل رابيت سور ان سيفيير استطاعوا انزاله من خلال هذيك الحماله جيسكو ميزون دو لا فالي الى حدود منزل في الوادي الى حدود منزل في الاسفل في الوادي سولا سولافيلون اذا هذا كان طويلا يعني هذه المسافه كانت طويله ايبينيبل ايبينيبل ومتعبة اذا هذا الحمل هذا النزول كان طويلا ومتعبا ايبينيبل مي الي ريسير اوغوزمو لكنهم نجحوا فيه لحسن الحظ اوغوزمو كما نقول لحسن الحظ مي الي ريسي اوغوزمو لكنهم نجحوا فيه لحسن الحظ لان شغل غبيت الذي كان مصابا بكسر في وركه طبعا ان النزول من الجبل بهذا المريض بهذا الشكل وبهذا الثقل ومع الانعراجات والالتواءات و... ثم الطريق غير معبد الى غير ذلك فهذا خطير الحقيقه لكنهم نجحوا في هذه المهمه بلوطاخ فيما بعد ساهونج سوغومي ساهونج سوامي طبعا غادي نتكلم على لا سوغوميتر يعني انه شوفي بلوطار سارونش سو يعني أن وَرَكَهُ سو رومي أنه شفي، ريست أن تو يعني أنه بقي شيئا ما غاد، متصلب، طبعا كيما كلمة غاد، كي أورا بيردي دو سا سوبليس، كي أورا الذي فقد من مرونته. إذا الإنسان كان يتحرك بمرونة فأصبحت هذه المرونة أنها محدودة يعني أنه متصلب شيئا ما كيوغا بييردي دو سا سوبليس الذي فقد من مرونته لا مقصود بها المرونة إل بواتخا أن بو إذا هو يعرج شيئا ما طبعا نتكلم على لغة بواطي بواطي هذا فعل عرج أنك تعرج عرج بلوطار ساهونج Elle reste, elle reste un tout petit peu raide, mais Charlie puis marcher et reprendre son service. Mais Charlie puis marcher et reprendre son service. Ola kina Charlie, Charlie tamanim kina aniasir, ola kina Charlie puis marcher, yumkin anietemisha et reprendre son service. Oya khud muhimmata, mungkin anouya khud muhimmata, gada ممكن أنه يستأنف عمله بشكل عادي. بيبي با إي دوفوني أن غون نورس نوار، طبعا بيبي با أنه أصبح، طبعا هنا عندنا لو فار دوفونيغ، بيبي با إي دوفوني، عندنا لو فار دوفونيغ مصرف في لو باسي كومبوزي. بيبي با إي دوفوني أن غون نورس نوار، طبعا بيبي با أصبح دبا كبيرا أسودا بويسون إي بون، أصبح قويا بويسون. دابا نتكلم على بويسونس يعني القوة بويسون يعني قوي اي بون وجيد تخي سيغو ابريزون جد جاد حاليا انه لم يعد بتلك الحركات التي كان يقوم بها في البداية وكان يقوم فيها ببعض الحيل انه يقوم ببعض الحركات التي تدل على بعض الحيل المضحكة احيانا هو لم يعد بهذا الشكل بل اصبح دبا قويا لكنه في نفس الوقت في نفس الوقت انه أصبح جادا تخي سيريو أبريزون أبريزون جد جاد أبريزون في الحاضر إيل سون أمي هم أصدقاء على طول الحياة ألا موغ وإلى الموت وإلى حدود الموت دو يغامي أحسن صديقان إن صح التعبير دو يغامي أحسن صديقان تي إلي شيغشي يمكنك أن تبحث عنهما لمدة طويلة سون لي بدون أن تجدهما، دون توت لي كرود مونتان دمغيك، في كل جبال أمريكا، في كل الجبال الكبيرة لأمريكا، دون توت لي كرود مونتان دمغيك، دون توت لي كرود مونتان عن صديقان، كما نقول أحسن صديقان، تي بوغي لي شيغشي يمكنك أن تبحث عنهما طويلا بدون أن تجدهما المقصود بدون أن تجد مثل هاد الصديقين مهما بحثت دون توت لي مونتان في كل جبال أمريكا الكبيرة في كل جبال أمريكا الكبيرة مهما بحثت فلن تستطيع أن تجد صداقة أحسن كمثل هذه الصداقة بين هاد الصديقين صح التعبير Et donc, à partir de ce moment, Charlie alla de mieux au mieux. Ses camarades purent le descendre sur une civière jusqu'aux maisons de la vallée. Cela fut longtemps et pénible, mais elle eut réussit heureusement. Plus tard, sa ronde se remit. Elle restait un tout petit peu raide. Mais Charlie put marcher et reprendre son service. Baby -ba est devenu un grand morceau noir, puissant et bon, très sérieux à présent. Ils sont amis à la vie, à la mort. De meilleurs amis, تي pourrais les chercher longtemps sans les trouver dans toutes les grandes montagnes d'Amérique. وهكذا نكون قد انتهينا مع هذا الكتاب نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الكتاب قد أضاف شيئا ما لتعليم اللغة الفرنسية نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله